ونحن في مثل أيام الهجرة، واحد بيسألني هو في يعني أبطال مجهولين في قصة الهجرة إن المسلمين ما يعرفهمش؟ قلت له طبعا في عظيم من عظماء الإسلام وهو يعني بطل قصة الهجرة المجهول، الجندي المجهول، يعني اسمه أسعد بن زرارة رضي الله عنه. ليه؟ لأنه هو اللي عرف النبي أصلا بالأنصار. أسعد بن زرارة، النبي عليه الصلاة والسلام سنة 11 من بعثة النبي قابل النبي عليه الصلاة والسلام في المنطقة التي تسمى العقبة، عند مكان رمي الجمرات اللي بترميها في الحج. أسعد بن زرارة كان معاه مجموعة من أصحابه، دعاهم النبي للإسلام فأسلم أسعد بن زرارة ورجع إلى يثرب، دعا بعض أصحابه إلى الإسلام وقابل النبي عليه الصلاة والسلام في مثل الليلة الأولى في أوسط ليالي أيام التشريق سنة 12، مع 12 واحد من أصحابه بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام. والنبي يعني أرسل إليهم بطلب من أسعد بن زرارة رجلا من أصحابه يصلح أن يكون سفيرا للإسلام، يحمل علما وفقها وقرآنا. فأرسل النبي مصعب بن عمير رضي الله عنه، نزل وسكن في بيت أسعد بن زرارة، وكان أسعد بن زرارة بيطوف به يعني في طرقات يثرب حتى أسلم عدد كبير على يدي مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة. رجع أسعد بن زرارة للنبي عليه الصلاة والسلام، أو عفوا رجع مصعب بن عمير للنبي وأخبره أن الإسلام يعني بدأ ينتشر في أرجاء يثرب، واجتمع مع أسعد بن زرارة في يثرب حوالي 70 واحد من الصحابة، معظمهم لسه ما قابلش النبي، كعب بن مالك والبراء بن معرور ومعاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح وأسيد بن حضير وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة، مجموعة من كبار هذه الأمة. فقالوا إلى متى نترك النبي صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فخدوا قرار حاسم هيغير مجرى تاريخ البشرية، ألا وهو قرار الهجرة، أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إليهم، فيحفظوا النبي ويمنعوه ويحوطوه حتى يبلغ رسالة ربه، حتى ينتشر الإسلام في الأقطار والأمصار ويبلغ الدين ما بلغ الليل والنهار، جزاه الله عنا خيرا. كل ده بسبب الجندي المجهول، بطل القصة المجهول، أسعد ابن زرارة رضي الله عنه وأرضاه. وبالفعل المجموعة دي اجتمعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام برضو في أوسط ليالي التشريق سنة 13 من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كان عددهم 73 رجلا وامرأتان، بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام أن هو يهاجر إليهم حتى يبلغ رسالة ربه. وبالفعل هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار. فواحد بيسألني أسعد بن زرارة طالما ليه الدور الرائع العظيم ده ليه مش مشهور؟ هقول لك ليه مش مشهور، لأن أسعد بن زرارة مات بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام هاجر بكم شهر. النبي أول ما دخل المدينة دخل في ربيع الأول سنة 1 من الهجرة، في شهر شوال مات أسعد ابن زرارة رضي الله عنه أرضاه. مات والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة شغالين في بناء المسجد النبوي، وحزن النبي على أسعد ابن زرارة، بل النبي راح علشان يعالجه بنفسه، قال والذي نفسي بيده لأبلغن في أبي أمامة عذرا، يعني النبي بيقول هعمل كل ما بوسعي حتى يعني أعيد أسعد بن زرارة إلى حالته الطبيعية أو أكون سبب في شفائه، ولكن الله كتب يعني الموت لأسعد بن زرارة، وكأن الله سبحانه وتعالى خلقه لهذه المهمة العظيمة، ليلتقي بالنبي ويعرف النبي بالأنصار ويخلي النبي يجي المدينة يعيش فيها ويهاجر إليها ويؤسس النبي دولة الإسلام على أرض يثرب، وتتسمى بعد كده المدينة المنورة التي انتشر الإسلام منها في أرجاء الدنيا. فجزاك الله خيرا يا أسعد بن زرارة. مات أسعد بن زرارة وترك في المدينة بصمات وعلامات. يعني عبد الرحمن بن سيدنا كعب بن مالك الصحابي بيحكي لنا في الحديث الصحيح انه كان ماشي مع ابيه كعب بن مالك وقد عمي وذهب بصره في خلافة عثمان رضي الله عنه، فسمع اذان الجمعة الاول فبكى ابوه كعب بن مالك وقال رحم الله اسعد بن زرارة، كان اول من خطب بنا الجمعة في المدينة. يعني اول واحد خطب خطبة الجمعة في المدينة قبل هجرة النبي كان سيدنا اسعد بن زرارة رضي الله عنه. بالمناسبة المكان اللي
النبي بنى فيه المسجد النبوي، كان المكان دوت تابع لسيدنا أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه، بطل من أبطال الإسلام مجهول. فحبينا ما نعديش أيام الهجرة والكلام عن قصة الهجرة إلا ونسلط عليه الضوء، هذا حقه علينا لعلنا نلتقي به في جنات النعيم على سرور متقابلين.